هل عرج أمون إلى السماء أم أنه غار في الأرض؟ جناب هورنهوب، خذ هؤلاء إلى سجن زويرة لكي تتم محاكمتهم فيما بعد. اللعنة عليك أمون، اللعنة عليك ألخماهو، إذ قمت بخداعنا لألاف السنوات. اللي إذا ما يشغل عقله الإمام السجاد ماذا يقول عنه؟ ها؟ طبعا هذا مو كلام الإمام السجاد، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا كما قرأنا الآن من الآية المباركة. إذا في كلمة واحدة، خلوا ذهنكم يمي، في كلمة واحدة أعزائي وفي جملة واحدة أنا أؤسس لهذه المقولة، احفظوها عني. أنا أفكر إذا أنا إنسان، غير مقولة أنا موجود. أنا أفكر إذا أنا موجود لبعض فلاسفة الغرب، لا لا لا، أنا أفكر إذا أنا إنسان. فبقدر ما تفكر فبقدره أنت ماذا؟ تقترب من الإنسانية. وبقدر ما تبتعد عن الفكر تقترب من ماذا؟ من البهيمية والأرض. واطمئنوا أعزائي، لا يمكن لأمة تسعد وتنمو وتنهض إلا بالفكر والحرية الفكرية، لا الاستبداد الفكري والإرهاب الفكري.